هاي، انا احمد حسين، انا مهندس معماري بشتغل انتيريور ديزاينر حاليا. بقالي تقريبا 13 سنه في الماركت، بنعمل بيوت وبنشتغل برضو مشاريع كوميرشال واداري، بس اغلبيه شغلنا بيوت. اشتغلت موظف تقريبا لمده 6 شهور، بعد كده ما حبيتش فكره الوظيفه خالص. حسيت ان انا يعني مش متعود ان انا اعمل حاجه مش بتاعتي انا، حسيت ان انا عايز اعمل حاجه ليا انا. احنا ساعه ما جينا قررنا ان احنا ننقل مكتب جديد، حاولت افكر بطريقه مختلفه شويه، ان انا لقيت نفسي بقعد في المكتب اكتر من 12 ساعه و13 ساعه كمان، ففكرت ان انا اعمل مكتب بيبقى فيلينج هوم، يعني اكني قاعد في البيت بالظبط، وفي نفس الوقت الكلاينت لما يخش لي يبقى هو جاي يعمل بيت عندي، فانا عايزه يشوف شكل البيت ده هيبقى عامل ازاي. من احلى المشاريع اللي انا اشتغلت فيها هو مشروع بره مصر، كان فيه تحديات جامده قوي، هو بيت في برشلونه. فطبعا الـ مش عايز اقول لك المعايير بتاعه، مش الديزاين، الاستخدامات مختلفه شويه، الرسومات التكنيكال مختلفة، فتعلمنا فيها حاجة جديدة، وكان المشروع بصراحة فيه تحدي جامد قوي. يعني الكلاينتس أنواعهم مختلفة، ده طبيعي، كل كلاينت ليه طريقة في التعامل وليه طريقة ان انت تطلعي احسن ما عنده، لان هو ده بيته في الاول في الاخر، هو اللي عايش فيه مش انا. وفي حاجات بقى فاني شويه بتحصل كده، واحنا مثلا بنشطب بتلاقي حد يجي يقول لي عايز ارش ملح تحت البلاط. في البدايات كان في ناس بتعامل معاها كانت بتطلب طلبات مختلفه، يعني في حد طلب مني قبل كده عايز اوضه هيدن روم، فاوضه مستخبيه، اوضه كبيره مش صغيره، وفيها يعني فيها احتياطات امنيه رهيبه، يعني حاطط فيها فنتليشن تهويه، حاط فيها ميه تكفي لفتره طويله جدا، حاط فيها معلبات اكل. احلى لحظه لما تخلصي المشروع وتفرشيه وتبتدي تخشي جوه وتتعاملي معاه، تقعدي على المكان، يعني تقعدي على الكنبه اللي انت كنت رسماها، وتبتدي تشوفي السقف وتشوفي الحيطان، دي بتبقى لحظه طبعا، لحظه انتصار يعني. فدي من احلى الحاجات في الشغلانه طبعا. يعني كل سنه بحط بلان لنفسي، ان يعني اي بزنس انت بتعملي فيه كده بيبقى فيه بلان طويله شويه اللي هي بتبقى مثلا 5 سنين، وفي بلان قصيره اللي هي سنه. فانا كل سنه الحمد لله بحس ان انا سبقت البلان بتاعتي دي بخطوات كبيره قوي، فكل سنه ما باجي اقيم نفسي بقول الحمد لله، يعني اللي انا وصلت له ده كان اكتر مما انا كنت متوقعه. هنا في مصر الحمد لله احنا اشتغلنا المشاهير كتير جدا، يعني بره مصر مين نفسي اعمل له بيته مثلا؟ محمد صلاح مثلا، يعني ده هو مش بره مصر، ده مصري يعني، بس انا قصدي من المشاهير العالميين، لا محمد صلاح طبعا لو عملت له بيته ده حاجه جميله قوي بالنسبه لي. اي حد لسه بيبتدي المجال ده انا بقول له اصبر، ما تستعجلش، يعني اغلبيه الناس بتبقى متخرجه عايز يبقى من اول يوم عنده مكتب، من اول يوم عنده كلاينتس، من اول يوم عايز يبقى مشهور. الموضوع ده ما بيجي، يعني بياخد وقت، لو انت شغلك كويس هياخد وقت، يعني بس هي محتاجه شويه صبر، ويشتغل على نفسه دايما، ان هو دايما يطور نفسه، ما حدش يحس ان هو بقى جامد.